قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، ما شأنه؟ عن أي شأنه تستخبر؟ ورد في شأنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليمنع الناس ولينهى الناس عن المغالاة في المهور، فاعترضته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وأتيتم إحداهن قنطارا، فترك عمر النهي. وهذا القدر له أدلة يصحح بها، أما كونها عرضته على المنبر وقالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول، وذكرت الآية، قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فهذا سنده ضعيف والله أعلم.